عايز ايه طيب؟ واحد سبب انهيارك قدام المجلس والاتحاد دلوقتي. انا السبب بتاعي ان انا كنت بكر مسلح سنه 90 وقت الوزراء الاستئصال الكليه وحصل قطع في البص الداخلي وادي العمليات اللي في رجلي وبالك وعندي معاش بالبكريه وكنت اعمل ايه من سنه 90 عندي شويه اللهم صل على النبي وتوابل شطه وكمون صلي على النبي يا ابني مشروع ب 2000 جنيه فانا اعطيني شقه في الضامن في وسط الشبحتيه في بدر صبح حسين صلي على النبي الحته دي عندي بنات صغيره عندي اسراء سنه 5 شيماء سنه 6 وعمر سنه اولى ابتدائي اتجوز على قبر بعد الحادثه دي وانا كابتن انا مضمر. طب ليه يا حاج ما رحتش للعضو بتاعك المسؤول عن دايرتك؟ اهدى 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 بس هو انت يا حاج مين العضو المسؤول عن دايرتك؟ مفيش مسؤول. لا مين اسمه ايه؟ خد الورق مني. انت دايره ايه؟ خد الورق مني سعد كركات. لا انت دايره ايه؟ بقول لك البطاقه بتاعتي انا حاليا قاعد في البنك. لا حضرتك العضو بتاعك المسؤول، حضرتك قلت لي انت من الشرابيه. لا ده البطاقه القديمه. انا مسؤول دلوقتي في بدري، انا في بدري العادي معايا اهو بتاع بدري. ماشي يا مين يعني مين عضو مجلس الشعب المفروض انت تروح له عشان يحل لك مشكلتك؟ اسمه ايه؟ ولا انت مش عارف اسمه؟ لا ازاي؟ اسمه ايه بقى؟ هما اثنين، محمد البتاجر وعمرو حمزاوي. طب حضرتك رحت لهم؟ اه. عملوا لك ايه؟ معايا التليفون اداهوني ولا ساكن فيا. يقول لي بكره بعده. والراجل اخر ما زهقت من الاتوبيس. نمت اسبوع كده اسبوع. لما المجلس خد اجازه بتاعت الاسبوع اللي بعديه ده. جيت على سعد الكركاتكي وقال لي ايه؟ انا هحولك التامينات مش التامينات. يعني حضرتك رحت لعمرو حمزاوي وما ما سالش انا اعمل لك ايه؟ وانا مفتاح شؤون اجتماعيه. بقول لك عمرو حمزاوي قال لك كده؟ اه. قال لك انا مفتاح شؤون اجتماعيه؟ ايوه وانا مفتاح شؤون اجتماعيه. طب انت دلوقتي سبب ان انت كنت عند مجلس الشعب وعمال تصرخ عشان تكلم عمرو حمزاوي؟ لا مش ولا عشان هم يلبوا لك؟ لا سعد الكركات هو اللي عامل لي الطلبه اهو. فين الطلبه اللي انت؟ ارفعوا كده. ده الوسط ده الوسط ده بنك مصر الوسط ده بنك مصر بس الوسط ده بنك مصر كان راس مالي كله 2000 جنيه جت الحكومه والزمالك قالوا لي مش مفهوم تدفع الفلوس تدفع الفلوس ده ايه؟ ده تلت بره الطبيعيات ادي الوسط بتاع بنك مصر بس بص انا هنا هوريك العقد اهو خلاص يا خلاص يا حبيبي.